الدوري الإيطالي سوى نهاية واحدة، وغالباً كانت هذه النهاية واضحة حتى قبل البداية. يوفنتوس يغرد وحيداً خارج السرب. عقارب الزمن لا تتوقف أبداً، والكبرياء لا يتكسر على صخرة القسوة. هكذا كان يوفنتوس، فضربة الكالتشيو بولي أعادت هيبته بعدما ظن البعض أنها قتلت صرح يبلغ من العمر أكثر من 100 عام. تغيرت الظروف والأسماء، وهرب البعض خوفاً من الغرق، وتحلى البعض الآخر بالشجاعة وتمسك بالسفينة لحين عودتها لبر الأمان. أنطونيو كونتي كان عنوان إعادة الحياة، وبعد 3 مواسم أضاء فيها طريق العودة بامتياز، ترك المهمة لمهندس آخر، فأكمل ماسيميليانو أليغري الطريق كما لو كان مفروشاً بالحرير. يوفنتوس قتل الكالتشيو أم إيطاليا استسلمت لكبيرها؟ أياً كانت الإجابة، تبقى النتيجة واحدة، تماماً مثلما رحل بيرلو وفيدال وتيفيز وبوغبا، وقبلهم ديل بييرو وروبرتو باجيو، وتماماً مثلما كان حال الخصوم، يظهر ثم يختفي وسط زحام الظروف، بريق ميلان وإنتر وروما ولازيو ونابولي. يرحل من يرحل، ويتغير شيء من ملامح خارطة المنافسة، ويبقى يوفنتوس كبير القوم في إيطاليا. يوفنتوس طبعاً اسم كبير في عالم الكرة الإيطالية، فطبعاً إذا متذكر سنة 82 كأس العالم فازت إيطاليا بفريق يوفنتوس، يعني جميع العناصر اللي موجودة إذا أغلبها كانوا عناصر من نادي يوفنتوس. حتى السقوط اللي كان في 2010 أعتقد في الدرجة الثانية بعد الفضائح وذي، بس إن الفريق رجع مرة ثانية بإدارة قوية لما رجعت عائلة أنيلي، ويعني وضعت الخطوط العريضة لعودة هذا النادي إلى مصاف الكبار. وفعلا ذي النادي ما أعتقد إنه يعني كأي نادي في إيطاليا، إحنا كلنا نعرف يوفنتوس على طول 100 عام كان أكثر فوزاً، وهو اللي حقق الأرقام القياسية، وحتى سلسلة الفوز هي 46 فوز لحد الآن ما حد حطمها في إيطاليا. لذلك إحنا نشوف يوفنتوس عنده إدارة قوية قادرة إنه هو يصنع الفارق مع الفرق الإيطالية كلها. أعتقد إدارة إنتر وإدارة ميلان محتاجين عقلية نفس عقلية يوفنتوس. يوفنتوس يعتمدون على الكشافين اللي في أوروبا، عندهم إدارة كاملة حق الكشافين. المدير الرياضي موراتا قعد يعني أو خلينا نقول سوى خطة تطوير كبيرة، بحيث أنه هو يستقطب اللاعبين، واللاعب اللي يكون جوهرة تصقل في يوفنتوس.